إنما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج وينت. لا تزال الحملة الشعبية التي أطلقها إعلاميون وناشطون وكتاب للتضامن مع أهالي المختطفين تتسطر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر، وذلك لفضح الجرائم الحوثية بحق الأسرى والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا. ذلك ما سنستعرضه في حلقة اليوم، إلى جانب الكثير من الانتهاكات الحوثية والجرائم التي ترتكبها الميليشيا في مناطق سيطرتها. والبداية مع فقرة واي تويت. ننطلق بأول تغريدة لمحمد أنعم الذي غرد حول امتهان الميليشيا وإذلالها لليمنيين من المعتقلين والمخفيين في سجونها. يقول في تغريدته: يتبجح المجرم عبد الملك الحوثي ليل نهار وبكل وقاحة ويزعم أنهم يدافعون عن حرية وكرامة الإنسان اليمني، وفي الواقع هم من يمارسون امتهان وإذلال اليمنيين بوحشية، ومآسي الأسرى والمختطفين في سجونهم دليل يفند مزاعم هذا الكذاب الأشر. وعن وسائل الثراء والتكسب الذي تمارسه جماعة الحوثي من أهالي المختطفين والمخفيين في سجونها وابتزازهم بطرق مهينة، غرد إبراهيم عبد القادر يقول على تويتر: من وسائل الثراء المحرمة التي انتهجتها جماعة الحوثي هو التكسب من أهالي المختطفين الذين تختطفهم من الشوارع والمنازل ومقر أعمالهم. يختطفون أحدهم ثم يماطلون بالإفراج عنه، يصرفون وعودا للأهالي بالإفراج عنه مقابل مبالغ ضخمة، يأخذون المال ثم يختفون. أما عن تبادل الأسرى فيرفع الحوثي بأسمائهم ليتم مبادلتهم بمحاربين، ويتنصل دائما عن إطلاق الكل مقابل الكل، يقول منصور الجعدي في هذا السياق. يعتقل الحوثي الناس من الشوارع بتهم كيدية، وعند فتح ملف تبادل الأسرى يرفع أسماءهم ليتم مبادلتهم بمحاربين، ويرفض الحوثي إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق السويد. وفي ظل الصمت الأممي يتلاعب الحوثي بهذا الملف الإنساني ويتعامل معه بانتقائية. أما عن الوعود الوهمية التي يمارسها الحوثي بحق أهالي المختطفين، غرد محمد الظبياني يقول: يمارس الحوثي الخداع والمكر واللؤم بحق الأهالي الذي دفعوا بأبنائهم بجهل نحو عدوانه ضد اليمنيين، يصنع لهم أماني كاذبة ويمنحهم وعودا وهمية كي يستمر مشروعه الإمامي الآثم. وعن الأسرى الذين يعودون إلى أهاليهم من سجون الحوثي وهم جثث متفحمة أو مصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات دائمة، غرد رشاد الصوفي على تويتر يقول: الأسرى الحوثيين في سجون الشرعية عندما يتم إطلاقهم يرجعوا لأهلهم صاغ سليم مفتهنين وبكامل قواهم العقلية. الأسرى في سجون الحوثيين عندما يتم إطلاقهم إما يتسلموهم أهلهم جثث هامدة أو معاقين حركيا ونفسيا، ويقضي بقية عمره في المستشفيات والمصحات النفسية. مشروع حوثي كهنوتي جاءت به الميليشيا لتزج بكل من يعارض سياستها الطائفية المقيتة إلى السجون والمعتقلات السرية، وتقوم وتختطف كل المعارضين والخصوم، يقول محمد المخلافي في هذا السياق. اتخذت ميليشيا الحوثي الاختطاف منهجا منذ ظهورها الأول، وتضاعفت عمليات الاختطاف منذ انقلابها في 2014 حتى امتلأت السجون بآلاف المواطنين، وتزداد اليوم فداحة ضد كل من يعارضها أو لا يقتنع بأفكارها الطائفية وينخرط في مشروعها الطائفي الممول من النظام الإيراني. الكثير من الأسرى والمخفيين قضوا بعد خروجهم بأيام فقط من المعتقلات الحوثية نتيجة التعذيب النفسي والجسدي وحرمانهم من الرعاية والاهتمام. وهذه تغريدة لمحمد عبد الله الكميم يقول في هذا السياق: لا يتفاعلون مع القضايا إلا عندما تصبح قضايا رأي عام. دفنت مئات قضايا اليمنيين قتلوا أثناء التعذيب
أو ماتوا بعد الخروج من الأسر والاعتقال والاختطاف بأيام فقط. وكم في مناطقنا تعرفون من هذه الأمثلة الذين قضوا أو تعذبوا وأهينوا في معتقلات الحوثي وهم بدون تهمة. أما عن الناشطين ومشاهير السوشيال ميديا الذين اعتقلتهم الميليشيا الحوثية مؤخرا بسبب فضحهم للفساد الحاصل داخل صفوف القيادات الحوثية، غرد زين العابدين الضبيبي يقول: إذا لم يكن كلام أحمد حجر الذي تسبب باعتقاله ومثله المومري صحيحا وهو رأي أغلب المواطنين في مناطق الحوثي، لماذا يستمر في اعتقالهم؟ وإذا لم يكن كلامهم معبرا عن ما يكتمه الشعب في مناطقهم، لماذا استنفروا أمنيا وأعلاميا لمواجهة أي احتجاجات شعبية محتملة؟ وهذه التغريدة لوليد المعلمي يكشف فيها عن جريمة حوثية بحق مختطف ظلت أسرته تبحث عنه لسنوات، وفجأة أبلغتهم الميليشيا أنه جثة هامدة في ثلاجة إحدى المستشفيات في صنعاء. يقول وليد في تغريدته: هل أتاكم حديث المختطف الذي ظل أهله أكثر من سنتين وهم يبحثون عنه في سجون الحوثي ويدفعون الأموال الطائلة لمعرفة مكان اختطافه؟ وقبل بداية العام الجديد 2023 يصلهم خبر أن ابنهم في ثلاجة إحدى المستشفيات منذ ما يقارب السنتين، هل بعد هذا الإجرام الحوثي إجرام؟ وإلى مساعى الميليشيا الحوثية في تغيير أسماء المدارس والجامعات بأسماء قتلاها وصرعها وتكريس ثقافة الموت والكراهية في نفوس الطلاب، غرد عبد الكريم المدي يقول: تغير أسماء المدارس والقاعات الجامعية والحياة ومحاولة مسخ العقول وتبريدها والذهاب بأبناء اليمن للموت والعنف والكراهية العنصرية الإرهابية. نتحدث عن ميليشيات الحوثي التي تغالي في حقدها على اليمن والتسامح وتكرس ثقافة الموت وإفقار الشعب اعتقادا منها بأنها ستبتلعه بشهية إقصائية استعلائية. أما عن حالة الفساد الحوثي الذي زاد بصورة جعلت البعض يخرج من عيشهم حتى أصبحت بطونهم خاوية جائعة، فكمم أفواههم ولا أحد يستطيع يقول أنا جائع، ومن قال مصيره الخطف والإخفاء. وهذه تغريدة للنائب البرلماني عبد بشر يتحدث فيها عن سيطرة الجماعة على القضاء وإصدارها أحكام جائرة بحق المعارضين والخصوم. يقول في تغريدته: حذرنا السلطة من العبث والتدخل في شؤون القضاء واستخدام أحكام الإعدام والأحكام الجائرة في حق الخصوم والمعارضين والناشطين وأصحاب الرأي، ولا يزال الفاشلون في غيهم. ما يحدث للأخ أحمد حجر وزملائه مخالف للدستور والقانون، عليكم إعلان حالة الطوارئ إذا أردتم العمل بقانون الغاب والأحكام العرفية كفى. وغرد بشار الزمزمي عن الاستهداف الحوثي للمنشآت الحكومية والمؤسسات التعليمية وتلغيمها وقصفها بشكل ممنهج. يقول في تغريدته: الحوثة لغموا المدارس والجامعات ثقافيا، وكمان عملوا في المؤسسات التعليمية سجون، ولغموا كل أرض يمنية استطاعوا الوصول إليها، وقصفوا كل منشأة يمنية استطاعوا قصفها، ودمروا كل شيء تمكنوا منه اقتصاد أو سياسة أو تعليم أو بنى تحتية. اليمن يشتي حملة نظافة شاملة منهم، وإلا سيتحول لمقبرة. أخيرا من تويتر، غرد الإعلامي عبد الله إسماعيل عن استخدام جماعة الحوثي للإنترنت في نشر أفكارها الطائفية ومحاولة التأثير الفكري على الشباب. يقول في تغريدته: تستخدم جماعة الحوثي الإرهابية كمثيلاتها من الجماعات الإرهابية فضاء الإنترنت ومتاحات الإعلام الجديد لنشر أفكارها والترويج لخرافاتها ومحاولة التأثير الإرهاب الفكري، ومن المهم العمل على الحد من استخدامها لهذه الحسابات. إلى فقرة ويوتيوب.
من يوتيوب اخترنا لكم هذه المشاهد الجديدة للعواصف الثلجية في أمريكا، حيث تظهر هذه المشاهد السيارات وقد غمرتها الثلوج مع سائقيها. نتابع. No, don't get out! Oh my god. Tim! Watch it guys, watch it! Oh sugar. Are you serious? Can you... Hey dude, get out from the car. Nice. Can you stick it? Nice. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين في أمان الله.